مسيناكم مسونا وعلى البواب لاقونا، مسيناكم مسونا وعلى البواب لاقونا، ونزقفتوا كتير كتير مساء الخير لكل مشاهدينا اللي انضموا لمتابعتنا بحلقة جديدة من مساء أوجريت مساء سوريا، واللي خصصناها اليوم بسهرة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير. تحيتنا الأكبر بتكون لرجال الشمس، لحماة الديار، لأبطال جيشنا العربي السوري. كل عام وأنتم بألف خير. أكيد بدي رحب بالفنان النجم جورجوس جبارة اللي حكون معه وتقديم هيدي السهرة. ينعاد عليك بالخير أستاذ جورجوس. وعليك يا رب على ضيوفنا الأكارم وعلى مشاهدينا اللي دائما بيننا وبينهم في مواعيد جميلة، وهذا الموعد هو أجمل موعد. إن شاء الله أضحى مبارك، ومثل ما دائما بنلتقى سوا على المحبة رح نلتقى بهي السهرة سوا على المحبة. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. آه يا حلو آه يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني. آه يا حلو آه يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني. املى المدام يا جميل وسقيني يا عيني، من كتر شوقي عليك ما بنام. أبيض ويا يا لون الياسمين، 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 أبيض ويا يا لون الياسمين. يا عين يلي عخدك شكل وردي، آه يا حلو آه يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني. املى المدام يا جميل وسقيني يا عيني، من كتر شوقي عليك ما بنام. الله الله يسلم الصوت. أكيد بالبداية أستاذ جورجوس بدنا نرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم بالسهرة، وبنبدأ بالترحيب بنجم في زمن المسرح خطى دربه شاقا إلى عالم التلفزيون والسينما. برحب بالفنان النجم ناصر مرقبي. أضحى مبارك، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله عيد مبارك على الأمة السورية جميعا يا رب، والعيد الجاي تكون سوريا، سوريا اللي منعرفها وكل الكون بيعرفها، سوريا رمز الحضارة، الشمس، القمح، الموسيقى، الأدب والشعر، ترجع سوريتنا مثل ما كانت وعلى أحسن. أهلا وسهلا فيك. وللغتها نغم القصيدة، ولمفرداتها علوم إنسانية وأدبية، الباحثة في الأدب والشعر الأستاذة الجامعية أمل صارم. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك بالخير. أهلا بكم، ينعاد عليكم إن شاء الله جميعا بالخير، بالصحة، بالسعادة، بالعافية، بالفرح إن شاء الله. قريبا يا رب بتخرج سوريتنا منتصرة إن شاء الله. هذا الانتصار اللي ارتقبناه طويلا، ولا أعتقد أنه سوف يطول بنا الزمن حتى نراه إن شاء الله حقيقة ويقين أمام أعيننا جميعا. كل عام والجيش العربي السوري بألف خير، والرحمة للشهداء، والرحمة أيضا للأشخاص المجهولين اللي غيبتهم بعض الجراح، جراح طبعا الحرب، اللي بنتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل. كل عام وسوريا بألف خير، وأنتم بألف خير يا رب إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي. شكرا. يرعى شؤون الكلمة واللحن، يدفع بها إلى الانتشار، من وحي التراث من حلب الشهباء الأستاذ غياث صالح، مدير فرقة غياث لإحياء التراث السوري. أهلا وسهلا فيك، أضحى مبارك. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير وسوريا بخير، ويا رب يعم السلام على البلد وعلى سوريا. يا رب يخلي الجيش العربي السوري اللي حامينا وحامي ديارنا وحامي وطننا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيك.
تختصر الكلمات فنقول أحد أساطير الطرب من عاصمة الأصالة والتراث حلب المطرب الفنان محمد فؤاد. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك بالخير. ينعاد عليك بالخير، ينعاد على سوريا وعلى شعب سوريا وعلى الجيش العربي السوري، حامي الديار، حامي الوطن، حامي الأمة العربية، كده حسميها حامي الأمة العربية. ومنقول إن شاء الله الانتصار قريب، وكل عام وأنتم بخير وشعب سوريا كله بخير وقناة أوغاريت وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك. أستاذ الأساتذة وسيد القانون الموسيقي عازف القانون الأستاذ غسان عموري، ينعاد عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك. وأنت بخير، وينعاد علينا وعلى الجميع بألف خير إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا جميعا، وبرجع برحب فيك أستاذ جورجوس، أهلا وسهلا فيك. لك هلا، يعني والله العظيم يعني في أحلى من هيك وجوه وأحلى من هيك قاعدة. وأحلى هلا حتما المشاهدين بتصور أنا راح تكون هالأمسية هي من جد، هي أمسية عيد، وإن شاء الله دائما بتضل أيامنا أعياد. بس أنا شفتك ناصر أنت يعني كتير جدي هيك أول ما رحبت فيك، يعني شو ليش هالجدية؟ يعني ما بإمكانك تقول نفس الحكي وأنت طبيعي مثلا؟ أنا طبيعي. ما طول عمرك فساد اللي أصلك حدا يعني يعني راكز شوي، لأنه طبيعي هيك. هلا أنت المشكلة أنه بهيدا الوقت يعني نحن دائما نحاول، أنت أكيد بتعرف هيدا الشيء. لا ما بعرف بعيونك. لا بتعرف، موجود بعيونك وبداخلك أنه حتى لحظات الفرح والسعادة والعيد نحن ما قادرين نعيشها يعني لأبعد مدى. يعني أنت مجرد تذكر كلمة فرح أو عيد شريط من الذكريات، على الأقل ذكرياتك بهالخمس سنين بيمرق، أصدقائك وأقاربك والناس اللي يعني سواء استشهدت ولا تهجرت ولا راحت ولا ما بتعرف طريقها وين، خوفك على أولادك، خوفك على مستقبل أولادك دائما مربوط. هلأ للأسف صار مربوط بهالكلمتين فرح وعيد، فأنت حتى لما بتكون عم بتهني مباشرة بيطلع هيدا الشريط بتحس حالك أنه ما قادر تكمل فرح. صحيح أبدا. صحيح، ولكن يعني بضل في للعيد إنه بهجة، خاصة أنه لما بنشوف الأطفال الطارين هلأ مبسوطين بالعيد عم بيروحوا على المراجيح. أكيد نحن لازم نستمر رغم الجراح ورغم الموت، نحن رح تخلق حياة جديدة، وبإرادتنا القوية أكيد بإرادة هذا الشعب اللي عبر التاريخ، التاريخ أثبت يعني أنه ما في أعظم منه، شعب قادر على الصمود، شعب قادر على التكيف. عبر تاريخ البشرية يمكن ما مر حرب مدمرة، ما مرت حرب بهيدا العنف وبهالقسوة مثل اللي مرت فيها سوريا، ومع ذلك تلاقي الإنسان السوري حتى إذا بتشوفي على مواقع التواصل الاجتماعي أي قضية مهما كانت مؤلمة بحولها لكوميديا، لأنه شعب محب للحياة، وهيدا أحد أسباب استمراريتنا نحن، لأنه عم نشوف نحن منقول أنه بوقف الحد هون، في بعدنا أجيال من حقها أنه تعيش وتعيش صح وتعيش بإبداع وتعيش إلى أقصى الحدود وتكمل مسيرة الأجداد الأولى، مسيرة السوري كرجل والسوري كامرأة. كامرأة، حتى كامرأة زنوبيا هي أكبر مثال على الامرأة السورية، لنفرجي للعالم كله أنه نحن السوريين بكل أجناسنا وبكل أطيافنا نحن اللي بنعمل حضارة للعالم. صحيح، السوري دائما بحب الحياة. في شغلة مدام مها، وقت رحبتي بضيوفنا الأكارم أنه ما حدا ذكر كلمة ونرجع مثل ما كنا. لأنه على ما يبدو هي كلمة نرجع هي دائما صفة موجودة على دول العالم المتخلف أو دول العالم الثالث سموهن، أنه نحن بنرقد لورا دائما. لا، نحن اليوم ما رح نقول نرجع، لأنه نحن حياة جديدة. الرجوع للورا هو دليل أنه فراغنا تماما، وقت الإنسان بيفرغ بيرجع لورا بيقول أنا كان جدي وكان ما بعرف مين وكان. نحن لا، نحن ما بدنا نعيش بالماضي، نحن رح نكون اقوى، نحن اقوى اقوى، نحن من اليوم رح نكون اقوى والمستقبل لنا. الصفر انطلقنا من رقم 10 ما بعرف شو هو، كلمه نرجع نحن هيدي لازم ننساها تماما. وهذا الشيء بعتقد الاستاذه امل، نحن بنرقد لقدام ما لورا. والله أنا ما أرقد لورا بوقع. أكيد هلا داخل كل إنسان في هذا الحنين للماضي حكما، وكل ما ضاقت الظروف الدنيا بالإنسان بتشوف عنده هذا الحنين أكثر.
يعني نحن بأول الأزمة أعتقد يعني كان هاجسنا أنه نحن كيف بدنا نرجع بالسنة الأولى الثانية، كيف بدنا نرجع مثل ما كنا. يمكن ما كان في رضا كامل عن نمط الحياة اللي كنا عايشين فيه، لكن صار الماضي بالنسبة لنا هو الأروع والأجمل، لأنه فقدنا حتى الأشياء الجميلة بهذا الماضي اللي هي كانت الأمان الاستقرار اللي ما كنا حاسين بنعمته. نحن كنا ما بنعرف نحن شو يعني أنه أنا أطلع بأي ساعة بالليل أو بالنهار دون أي إزعاج وارجع سالمه وامنه مع ابتسامه الكل بالشارع. يعني ببساطه شديده هيدي القضيه ما كنا نعرف شو يعني، بينما صرت ترجع انت مثلا متخفي وخايف ومضطرب، حتى اذا رجعت انت على غروب الشمس، يعني هو وقت ابدا ما له متاخر بالنسبه للسوري، تعود يطلع ويمارس نشاطاته ويسهر والاسواق تضل فاتحه لوقت متاخر، ونمط من الحياه فعلا كثير جميل. لكن لما فقدنا له صار عندنا هذا الحنين، الحنين بيرتبط بالانسان من طفولته لا آخر مرحلة بحياته. لكن بدنا نفرق بين الحنين السلبي والحنين الإيجابي. في حنين هو أنت بدك تحن حكما لأنك بطبعك الإنساني العاطفي بكونك إنسان اجتماعي لا يمكن أن يعيش على الإطلاق بمفرده في الحياة، عنده هذا الارتباط بالعائلة بالحي بالشارع بالأسرة بالمكان بالقرية بالمدينة بالوطن ككل. هذا لا يمكن يكون إلا ارتباط إيجابي ولا حنين إيجابي. أنت بتحن دائما للأماكن للأشخاص للذكريات اللي كونتها مع هالأشخاص بظروف معينة. صحيح، هذا طبيعي. هلا نحن بنلاحظ أن المواطن السوري لازال عايش يعني مثل ما كان، خلينا نقول نرجع شوي على هذه الكلمة، يعني حياته هي ما تغيرت، لسه عم يطلع لسه عم بيفوت رغم كل الظروف الموجودة، رغم كل الألم، رغم مثل ما ذكر الأستاذ غصة بقلوبنا، ولكن هو بيحب الحياة بطبيعة يعني بطبيعته. شوفي بظن أنه أكبر تحدي وأكبر اختبار يعني تجاوزه الإنسان السوري العظيم أنا برأيي، وإن كان في طائفة يعني طلعت من ما بدنا نقول طائفة، كلمة طائفة حتى صارت موبوزة، مجموعة من السوريين طلعت خارج حدود المألوف فعلا وفاجأت الكل وشكلت هي الصدمة المرعبة للإنسان السوري. لكن بالمطلق أنا بشوف السوري إنسان عظيم، استمر بالحياة وحاول بده ينحت من الصخر وبده يكمل، يعني تحت كل الظروف وقساوة الظروف وانعدام الأمان وعدم القدرة، يعني ما في محفزات على الإبداع. صحيح. لكن رغم ذلك ظل مصر على أنه بده يخط حياة مختلفة إله ولأبنائه، وبده يستمر بالتضحية للحظة الأخيرة، وبده يصنع المستقبل وفق ما بيريده تماما وفق ما الرسالة السورية العظيمة بتشيء. لأنه ببساطة شديدة هذا الإنسان السوري ما هو إنسان عادي، يحمل على أكتافه رسالة كبيرة جدا، من لما انحمل الأبجدية وانطلقت للعالم هو كان منوط به هذه الرسالة غير الاعتيادية اللي دائما كانت هي رسالة حب وخير وسلام وإبداع بالمنطقة. حيي سوريتك استاذ طبعا تفضل. بدي اقول لك حلقتنا اليوم سهرتنا سهرة فن شعر تراث أصالة وغناء وأصالة أيضا وعزف، يعني نحكي شوي بأجواء العيد هيك شويك نستذكر شوي ونبدأ. والله أنا بالنسبة لي بدك تسأليني لألي؟ لا أنا راحت علي بأخلصنا وين راحة جاوبني على السؤال أنا راحت بداية المشوار شو معرفني أنا أنت راحت علي هلأ بلشت يعني هلأ أول شيء بدك تسألي غياس عن العيد يقول لك إيه بدك تسألي غياس عن العيد يعني؟ غياس والأستاذ غياس عن العيد، احكي لنا شوي هيك عن العيد وعن بهجة العيد وعن ذكرياتك بالعيد. أنا العيد هو بهجة، أنا بدور على من زمان عن اللحن والكلام السوري. أنا ضد أي مطرب أو أي ممثل أو أي شخص سوري يحكي غير اللهجة السورية. أنتم متعصبين للسوري؟ لا لا ليش أنا 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 بدور على التراث السوري، لا التراث الحلبي والقدود والموشحات. لا هلا في الاعلان اكل حق مطربين كثيرين مثل الاستاذ الكبير فهد بلان، صح، مثل الاستاذ الكبير محمد الماغوط، مثل الاستاذ الكبير صباح فخري، مثل هدول، مثل الاستاذ دريد لحام، هدول هن سبب انتشار اللهجه السوريه واللحن السوري والكلام السوري وهذا المزيج السوري واشخاص ثانيين. يعني انا طبعا هو على سبيل المثال بس العيد، نحن العيد هو بهجه، العيد هو فرح. هلا نحن بهالازمه ليك، انا كنت من حلب بيومين، يعني كنت عيد والعالم مبسوطه وبحلب ورغم الازمه وهذا، بس في قوه وفي بهجه وفي مرح وفي استمراريه للحياه. طبعا. هذا شيء كويس يعني. هو في شغله اخي ياسر، هلا
الأصالة فيما بعد بتظهر. يعني هلأ بنرجع على حلب نحن، لولا هذا الشعب أصيل ما لكونكم أنتم موجودين هون ولا شيء. أنا بالنسبة لي سوريا تقسيم جغرافي بالنسبة لي ما عندي إياه، وحتما بالنسبة لآخرين أكيد طبعا ممكن في بعض التسميات مثل الحواري، فهي هيك المحافظات بالأخير، أما كجغرافيا هي واحدة، هي واحد طبعا. لولا هذا الشعب في عنده أصالة وفي عنده شيء هو وارثه صح، ما قدر يستمر بهذا الصمود اللي هو مستمر فيه طبعا. يعني هي إلى علاقة بهذا الشعب والفكر اللي هو تأسس فيه. لذلك طبعا. أنت بتقول أنه مثلا الـ 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 أول ما حكيت أنت أنه على الموشحات أو القدود الحلبية أنه أنا لا أقول أنه السورية، ما هي سورية بالأخير يعني أنت وهذا ما تطلع وتمثل هذا التراث سوري، التراث سوري عرفت شو ينتمي إليك إذا مثل اللهجة أوكي. بكل حلب بكل حارة بحلب في لهجة، بكل حارة بلادية في لهجة، إنما أنت بدك تأخذ القاعدة، القاعدة هي واحدة اللي هي الأصالة، الأصالة السورية طبعا. أستاذ محمد شو بتحكي لنا أيضا أنت عن العيد وعن ذكرياتك بالعيد؟ كان صغير ما بيتذكر ممكن هلا كلمه عيد لحال انه تعطيك الفرح، تعطيك البهجه، تعطيك السرور. يعني مثل ما قال استاذ غياس انه مو شرط نحدد انه بس من حلب او من لاذقيه او الشام او كذا، والشعب السوري متعود على الفرح، متعود على البسط، على الكيف، على السهر. مثل مثلا احنا بحلب عندنا مجموعه قاعدين في البيت، استاذ جورجوس مثلا حكينا شوي عن الفن عنك انت بتمثيلك والدراما تبعيتك، حكى الاستاذ جورجوس التفت مثلا محمد مثلا هات شو بتسمعنا انت، كون قاعدين جلسه عاديه انه ما في جلسه طرب نهائيا يعني. فنحن الشعب السوري بنحب انه نحن الفرح، يعني بيجينا العيد تكمله لكلمه الفرح. العيد الله خلقه ما هذا سنه الكون يعني، بس انه نحن الفرح موجود ان كان في عيد وما كان في عيد. فلذلك الشعب السوري ضم صامد لهالموضوع ده انه هو من الاساس بحب الفرح، بقينا عن الدول العربيه او الدول العالميه يعني. صحيح. يعني إذا تقولي كلمة فرح هو خلق من سوريا، أنا هاي وجهة نظري ما بعرف كل واحد له كمان. أكيد وجهة نظرك. سيدي وجهة نظرك سليمة 100%. بنوافقك على هذا الشيء. أستاذ غسان شو حابب تحكي لنا أنت كمان عليه؟ والله هو فرح مات موسيقى. فرح أعزف شوي أنا. طبعاً طبعاً. أكيد راح تعزف والأستاذ محمد حيغني. لأن هي بالأخير الموسيقى هي إلى علاقة بالروح. جد يعني. بتعطي الكلام اللي بدي أحكيه راح ين. تعكسوا موسيقيا تفضل. تعرفي هيرب هلا على فكره انه ما تركوني شيء يحكي لك كثير ولا لا بلح مجال العكس الموضوع مجاله واسع لك مظبوط الحكي بالعكس نحن بنتمنى انه الانامل الذهبيه هي تسمعنا شيء جميل بيت الله مسعدك صبحية ما طلعتي الفجرية يا مسعدك صبحية ما طلعتي الفجرية كتر الدلال بالبالك وأنا العذاب كله علي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله الليل ما بنام قومي العبيب يصلح لك
كبش الغنم لذبح ليك قومي الحبيبي صلح ليك كبش الغنم لذبح ليك وصل لك راعي اسرح ليك ورع الغنم بعصايا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله الليل ما بنام كيستمت استموا هالأنابين لأستاذ غسان شكراً لك لكن أستاذ محمد أنت بس تدخلنا بالجو هيك بتخلص الأغنية فوراً كم ليل كم ليل بنواك وفاني الطبيب عياد كم ليل بنواك وفاني الطبيب عياد واحتار بعلى جداء ما حوته عياد كم بتفكر بذكر الماضيات عياد كنا بصفانا نواصل ليلنا والضحى كنا بصفانا نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار حسنك يا بدر والضحى للناس بالعام عيدين الفطر والضحى واني برياكم ارى كل الليالي عياد يا حبيبي يسلموا يسلموا طبعا نحكي مع غياس عن الشيء اللي هو له علاقه فيه بس حضرينا شيء من الشعر المحكي هلا ما بس تنحكي شوي مع ناصر كله جاهز ناصر لا أنا يعني كلياتنا ممثلين وبنعرف الشارع كيف ممكن يتعامل أحيانا مع الممثل ضيعة ضايعة جد أنا أحيانا باللقاءات ما كتير بحب أحكوا عن ضيعة ضايعة لأنه بحس أنه انحذف شيء لإلي بالماضي وممكن يحذف لي شيء بالمستقبل بس بيبقى هو عمل كان له حالة استثنائية من الدراما السورية واللي نحن بنفتخر فيها أنا وقت بمشي بالشارع بيعيطولي أبو نادر ما عاد بيعيطولي لا باسمي ولا البعض بيقول لي إنه لك طيب ما بتنزعج من هاي القصة إنه بيقولوا لك أبو نادر أو شيء فبيكون ردي أنا وهو صادق ردي قولا واحدا وبجوز هو ردك نفسه إنه طالما الناس حبتني أنا هيك فبالعكس إنه بيحب عم يحكوا معي لولا هيك ما بيحكوها أكيد بس أبو نادر مع وادل الفساد شو بعد يعني انت وقت بتشوف عويدة الفساد يعني والله بشعية كلمة فساد عرفت شو لا بس عادل ظريف كان لا يعني هو ظريف هو عادل اولا يعني كان ما انه مؤذي ما انه مؤذي بس فساد كلمة فساد حده للفلقة هلا اهم شيء يعني اي قضية تتجاوز عقوبة الفلقة كان يدير وشه ويمشي يعني ما بحب الاذية بعدين كله للوطن يعني لا ما اختلفنا كله للوطن بس في في الشاون هلا ارتبط الفساد باستاذ جورجوس بالاطفال الصغار اي طفل بيفسد على رفيقه على اخوه ففورا بيقولوا له بدنا نجيب لك تراكتور صار عنده طموح يصير فساد فهو لسه ما بيعرف فبيطلع انه هيك مدهوش يعني تراكتور شو يعني هنجيبوا لي تراكتور يعني جد هذا العمل بالنسبه لك كممثل فتح لك افاق لاعمال ممكن تعمل فيها شيء مهم انت ولا لا خلص ضيعة ضايعة من هون ناصر مرقبي تلفزيونيا وقف هون هلا اذا بدنا نحكي هلا احكي بي ما تعمل لي انه والله لا وكذا وفتح لا 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 فتح ولا شيء سكر انا هيك بدي اياه سكر لا انا لا تاخذ شيء مشهور بعدين بيسكر لك شيء لا انا بتعرفني صريح بهي القضيه المشكله ما لها علاقه بضيعة ضايعة ولا باي عمل متميز المشكله
كثير حكينا بالموضوع، بنحكي باختصار عمل مؤسساتي نقطة انتهى. يوم اللي شو بدنا نسمي، دولة ولا حكومة؟ لأن عندنا مشكلة نحن بغدا قد نلتقي إنه التسمية دولة ولا حكومة. المهم هلا بتحكي لنا شوي عن قد نلتقي. واحدة منهم بتتبنى الموضوع وقتها بتمشي أمورك بشكل صح، فيما عدا ذلك الأمور رح تضل مبهبطة، بمعنى إنه أنت ممكن كل 10 سنين تعمل لك دور بطولة بمكان ما وتنشهر وتتألق وتنفتح العين عليك، وبنفس الوقت انه مين اكبسه وخلوه ينزل، يلا علم خله، مثل ما بصير مع اي حدا. وانا ما عم بحكي عن تجربة ناصر مرقبي، في كتير ناس وفي كتير ناس اهم مني كمان وصار معهم نفس القصة، وانا صارت معي بالبحر ايو بداية واخر مرة بضيعة ضيعة، رغم انه لهلا يعني هداك اليوم الاستاذ نجدت انزور يعني اطلق لقب على ناصر مرقبي انه هو فنان الطوارئ، انه مين حدا بيعتذر عن دور مصر انه ممثل نحكي مع ناصر. ما بس هيك، انه في ادوار انه من الصعب انه اي حدا ياخذها، فانه لا احكوا مع ناصر مرقبي. طبعا هي نتيجه تراكم مجموعة أعمال وشخصيات، يعني هو بالمعنى هيك يعني. كثير الشعبي إنه جوكر، أنت وين ما حطوه لناصر ناصر أيه. بيشتغل طبعا وبياخد. يشكر على هذا اللقب بس، ولكن أنت بتعرف لا الشهادة ولا اللقب ولا التكريم ما بيطعمه خبز، ما بيطعمه خبز، ما بيلبوا لك طموحك ولا بيحطوك على درب أنت إنه تكمل فيه، دائما في هي العصي والعقبات وإلى ما هنالك حتى يحل هذا الأمر من قبل مؤسسات اللي إذا ما كان في مؤسسات القصة. لا يمكن أبدا إنه نحن لحد هلأ عنا الفن بسوريا للأسف، قلت سابقا نقول هلأ الإبداع عنا هو إنجاز فردي وشخصي بحت، بينما في أماكن أخرى وللأسف إنه بدنا نقارن، يعني مصر بيشتغلوا عمل مؤسساتي، يعني أنت حتى كمنتج خاص تشتغل وأنت مرتاح وبتشتغل بقلق لأنه أنت بتعرف بالنهاية رح تيجي تبيع للقطاع العام، فما عندك أي مشكلة. وعندهم مسألة صناعة النجم، صناعة السيناريو، صناعة المخرج إلى ما هنا. نحن عم نعيش حالات فردية لهلأ. الليث هو عمل يعني هو كشخص كمخرج هو يعني ما قصة استثنائي، ولكن هو إجا هيك لحاله، طفرة بدك تسمي أي شيء بدك تطلق عليه. نجدة أنزور إجا لحاله، فلان إجا لحاله، كنجمات يعني إذا بدنا نيجي سلافة معمار إجت لحاله، ما في حدا رعاه مظبوط معك كرعاية صح وعمل مؤسسات. نحن بحاجة فعلا إلى بدنا عمل مؤسسات، مؤسسات ترعى هذا الشيء. هو طبعا هلا حدا بيقول لي أخي في مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، نعم هي كتسمية مظبوط هي موجودة، أما كفعل مؤسساتي يعني نحن عم نتمنى أنه يكون هاي التسمية هي نفس المضمون اللي هي عم تشتغل فيه. أكيد نتمنى هذا الشيء. أنت تطابق هلأ اسم نحكي لا تتمي أكيد مع بهذا الحديث. دكتورة أمل شو حابة تسمعينا هلأ؟ أكيد حضرتي لنا شيء من الشعر الهندي. هو الأستاذ جورجوس طلب لأني أعطيته أنا تحت الهواء أنه في شيء عندي محكي وفي شيء عندي على ال. أنا بحب المحكي بتعرفي ليش؟ أي لك بالفصحى ما بعرف أحكي بالفصحى، يعني بحس الفصحى كأنه عم نحكي بلغة تانية طبعاً ما أحكي والله يعني ما فيها التواصل اللي بيننا وبين الآخرين أو هالعواطف هاي. هي الفصحى قد تكون طبعا ما عم احكي على اللغه العربيه، هي جميله جدا طبعا. بس بيبقى العواطف والحالات هيك كثير توصل اسرع، توصل اسرع باللهجه المحكيه نحن اللي بنحكيها، فلذلك بجوز انا بحب الشعر المحكي، بحسه نابع هيك في صدق اكثر من الفصحى، ما بعرف هيك بحسه انا، بجوز انا احساسي غلط. احساسه صحيح برايك؟ هلا ممكن كل انسان عنده وجهه نظر انا بحترمها بالمطلق، طبعا هو بيحس انه هذا الشعر المحكي بلامسه مباشره دون حواجز، ما انه محتاج كثير يمعن الفكر لحتى يدخل على الصوره وعلى الشعور ويستكشف اغوار اللغه. فهو الشعر المحكي عم يحكي بلغه الانسان نفسها، باللغه العاميه اللي بيحكي فيها، فما رح تكون صعبه ابدا ولا عصيه على الوصول على اي حدا.
أي إنسان مباشرة رح يأخذ هيدي اللغة، رح تدخل مباشرة على العقل على القلب على مباشرة رح يفهمها. وإلى جانبية فيها في إلى جانب إبداعية محملة طبعا بدفقات شعورية هائلة كمان رح توصل كلها دفعة واحدة، غير اللغة اللي بدها شرح الفصحى طبعا اللي دائما بدها تكون محملة بمجموعة من الرموز بتخفي أحيانا يعني بتعمل هيك شيء من الأستار المواربة لهيدي المشاعر اللي منحسها. أصلا إحنا منتخبى بالشعر وراء إصبعنا كتير، منتخبى وراء مجموعة من الصور وراء مجموعة من الكلمات والرموز لحتى نخفي بعض الأشياء اللي نحن حابين نلمح إلى تلميح وليس تصريح. اللغة المحكية بتفضحنا أكثر. خلينا نسمع معناها اللغة المحكية. يلا خلينا نحب الفضايح وتصل مباشرة إلى المتلقي دون أي حواجز، تعبر مباشرة من القلب إلى القلب. تفضلي. طيب مجموعة من المقاطع طبعا كتبت عندما طلب مني أنه اكتبي شيء ليغنى، فحسيت نوع من التحدي وكتبت مجموعة من المقاطع نسمع اتباعا. طيب بحبك أنا حب، لا حبك ولا بحبك مثله إنسان، ونادي إذا بدك حبيبي، نادي إذا بدك حبيبي، أنا الصدى لصوتك الردة حبيبي، أنا الوديان، أنا بيتك لو شاخ الدهر كرمالك بتحدى القدر، وبمشي إذا بدك عكس الزمان، قولي حبيبي ولك ساير هالدهر بخيل، قولي حبيبي عيديها دخيل عيونك كمان بردان، وما في غير شال الذهب شعرك شلوح شلوح، دفي قلب بردان، جوعان حبك أنا، جوعان حبك وصوتك يا حلوتي، قصيدة امتقني فيها الحنان. مشتاق طوف بحارتك، مشتاق طوف بحارتك، بيتك قبلتي حجاره مقدسي، مشتاق بوس العتبة وضم لصدر الحيطان وشجرات العانقة شباكك المشلوح، عم هب الهوى مثلها أنا صافن بحبك وحيران، مشتاق اركع وصلي بمحراب الهوى، مشتاق اركع وصلي بمحراب الهوى، واطلب ترجعي ويرجع الزمان، تا اغزل صورتك من خيوط الشمس، عيونك من نجوم السما، واتركك وحدك والخلود بهالزمان، ولك حرام يغيب حسنك لو تكي عني، مين قالك عايش من 17 سنة، متت أنا من الحرمان. مشتاق ليكي بالمفيد المختصر، لا أكثر ولا أقل، ما عندي غيره خبر، قومي تعي طفران من كل البشر، ضويت عيني لك إناديل غطت عضو القمر، قومي تعي يا حلوة الحلوات، قومي سكبي بدن عيني من عسل شفافك واسمعي الآهات، بحبك أنا لو تعشقي بعشقك حتى بعد الممات، يا ريت ما رفوا يا ريت ما رفوا عيني لم أنتي معي، قديش برمشات من رؤيتك يا حبيبتي فات، قومي تعي وانسي الزعل وكل يلي فات، ما ضل بالعمر كتير علي، لا تتدللي فات اللي فات، رح ضل حبك تا يتعب الكون من حبي إليك وتا ينهزم من عمرك يا حبيبتي حتى الممات. كتير حلو. طيب يعني بعد في بعد في منكمل ولا نترك؟ هلا نترك شوي استراحة لإلي. غياس ما حكينا شيء ساعة عن شغله ولا حكينا ولا غنى ولا شيء. غياس عم بسمع من هون ومن هون وبحط وانا عم بسمع بس عم احكي كمان بدي احكي لي ليكن شوي عن فرقه غياس لاحياء التراث السوري، احكي لنا شوي عن تاسيس هيدي الفرقه. هذا التاسيس هيدي الفرقه، هلا انا كنت عازف ايقاع وبعدين اشتغلت بهندسه الصوت فتره وجيزه، يعني اشتغلت مع نجوم كبار واختصيت بالتراث، يعني بالتراث السوري، سويت مع الاستاذ بشار حسن عمل غنيتين مع ما بينحكى وقلبي الدللي، وسويت مع الأستاذ أنس نقشي الموزع عمل للفنانة الحلبية جوانا إسبر، سويت مع سي دي يعني كله كلمات وألحان سورية يعني شغلي فرقة التراث لأحياء التراث، فرقة غياس لأحياء التراث، أنا كل شيء تراث سوري
تغنى سابقا او كلام سوري جديد او موسيقى سوريه جديده او ملحنين جديد، هذا اللي بشتغل عليه بالتعاون مع الاستاذ غسان عموري. اشتغلت مهرجان صدد مع الاستاذ محمد، كمان بدور على المواهب. انا عضو بنادي شباب العروبه في حلب، معروف عضو يعني نادي شباب العروبه، نادي معروف في انتاجاته الفنيه، في مواهب واصوات رائعه. هلا انا عم بشكل فرقه اسمها يعني شابين وبنت، راح يكون مزيج سوري، في الاستاذ محمد وفي شاب حمصي وفي بنت لدانيه، هذا المزيج السوري، وراح نسوي شيء ان شاء الله عمل. بس انا بحسدهم يعني هن الساده الاساتذه الممثلين، يعني رغم المعاناه تبعيتهم اللي عم بحكوها، بس رغم اولا واخيرا في مؤسسات انتاج للفن للدراما السوريه يعني اللي انشهرت في العالم العربي. هذا الشيء عم بتعانوا منه انتم؟ نحن لا عم نعاني منه، ما في مؤسسات، نحن ما في مؤسسات عندنا، نحن انسي خالص، نحن ما في مؤسسات. انتم هون بيبرز بقى العمل الفردي والاجتهاد الشخصي، كل حدا لازم يتعب على حاله. يعني مثلا مثل فرقه مثلا استاذ غياس لاحياء التراث، طبعا قبل كانت فرقه شيوخ سلاطين طرب اللي كانت استاذ غسان فيها يعني، فانشهرت بجميع الدول العربيه بشكل فردي، ما انه والله في مؤسسات. تعال ناخذك مثلا اليوم عندك في دبي، اليوم عندك في المغرب، عندك في الجزائر، عندك في تونس. لا، نحن انه عملنا الاستاذ غسان طالع موشحات قديمه كثير يعني من اعمار 100 سنه و150 سنه، قاعد المطربين طبعا من ضمنهم كنت موجود، كان لي فخر يعني انه بدك تحفظه هيك. طيب يا استاذ ما حدا سمع عن الموضوع ده يا اخي، انا هيك بدي. وطبعا وقت اللي عملنا اول عمل اللي هو كان بتونس مهرجان المدينه، طبعا بعد عملنا مهرجان قرطاج، بعدها كانت عاصمة الثقافة الإسلامية في حلب، عرفت شلون؟ عملت ضجة كبيرة. طبعا كنا على المسرح 45 شخص نحن يعني بين موسيقيين ومطربين وكورال، عملت صدى كبير انه يا اخي الموشحات نحن مالنا سمعانينا، يلا شوي شوي مشينا بشغلة انه فردي يعني. فنحن لما بيكون في مؤسسات مثل عندك مثلا لبنان، بيطلع مطرب لبناني بحسه انا بكون قاعد في البيت، غنى له غنيتين، سمعوا موزع او سمعته شركة، يا اخي والله صوته حلو، تعال من لبسك ومن شيكك ونادر. بيطلع المسرح مع انه هو مطرب يعني. لك شغله يا محمد لو قاطعتك، انا المشكله هي صارت بالمتلقي وبالشركات اللي هي عم تتبناه لهذا الانسان اللي هو اسمه مطرب او مغني، ما بعرف شو بدكم، ما بعرف، يا ريت مؤدي. لا والله المؤدي هو صارت الكمبيوترات وشي هي اللي عم تؤدي، لانه شفت انا كيف بيسجلوا كيف المهم اللي صار انه تحولت الناس من السماع بإذنا للسماع بعينه. نعم، هي هاي المشكلة. نعم. انت عم تأدي اليوم نغم أصيل بغض النظر هو تراث ولا هو لحن جديد، بس عم تأدي نغم أصيل، كيف مؤسسة بدها تيجي تاخده وتسوق وما بتزبط القصة، لأنه كل الناس صارت عم تشوف بعينها، تسمع بعينها عفوا. هلا كانت تسمع في عينها، ايه كلامك صح. هلا في انا في مقولة، طبعا في منشد اسمه حسن حفار اكيد تعرفه انت بحلب يعني، نحن مسمينه ام كلثوم حلب يعني، فبأحد لقاءاته سألوه انه استاذ حسن انه تعطيني رايك بشلون العالم عم تسمع هلا او كيف تقبل السمع، قال لهم بالزمن الماضي كانت العالم تسمع في اذنيها، بس اليوم عم صارت تسمع باجريها باجريها. صحيح، يعني يطلع الايقاعات السريعه صار كله يلا يلا يلا، ما عاد في يعني يعني انت زرفتها شوي قلت في عينها لا هي هيك. انا اعارض بشغله وحده بهذا الموضوع، الوجود التواجد. هلا انا ممكن تحط على القناه تونس البرامج الغنائيه والموسيقى، شف لي مطرب او برنامج موسيقي ما فيه اصاله وتاريخ. عارف لك شو يا حبيبي انت يا غياس، بدي اقاطعك معلش، صح انا يعني ماني ضيف معكم، بس انتم يعني انا بالعكس انتم الوجود وانا الضيف. اقول لك شغله، انت اليوم بحاجه الى محطات تلفزيونيه خاصه، وقت بتكون هاي المحطات التلفزيونيه الخاصه وقتها انت بامكانك تعمل فيها بعض هذه البرامج تخصصها انت. بس اليوم انت ما عندك محطه تلفزيونيه خاصه، او في عنا مثلا العدد قليل جدا، انت بحاجه لهي المحطات. ثاني شغله كثير مهمه انه انت الناس اليوم صار عندك الصوره، لغه الصوره. من قبل انا بعرف كان في شيء بالتلفزيون السوري على الاسود والابيض، لسه كان في شيء اسمه سهره الخميس او سهره الجمعه، صح؟ كان مين تطلع فيها؟ يطلع فيها محرم فؤاد، يطلع فيها شريفة فاضل، يطلع فيها هدول الناس، وما بيعتمدوا على الشكل يعني. كان مثلا ناصر مطرب ناصر او كنيته ناصر محمد،
هلا هي هتيجي. المهم ايه يعني محمد محمود الكحلاوي ولا ولا كارم محمود ما كانوا يعتمدوا على الشكل نهائيا ولا محمد رجلي ولا في شيء اسمه كان على الصوت على الاداء على الكلام على اللحن الى ما احساسه بالقلب طبعا اليوم تغيرت فنحن بحاجه مثل ما حكى ناصر هلا نحن بحاجه لمؤسسات صناع صناع طبعا عرفت شو الى جانب انه انت بحاجه كمان لمحطات فضائيه لانه اليوم مطرب بس على السي دي ما بيشتغل اذا انا سمعته ولا ناصر ولا انت هذا ما بيعمل هلا زمن السي دي انسى لا لا يعني هلا هو المجهود الفردي يعني هلا انا شغلي بس يعني شغلي هو مجهود فردي يعني مجهود فردي يعني انا بدي اروح ادور على الكاتب وانا بدي ادور على الملحن وانا بدي اجيب الموسيقي وانا بدي ادور على المطرب وبعدين في شغله ذكرت تونس يعني المطربين التونسيين حتى الجدد عم يشتغلوا الاصاله طبعا ايه بس هون ما عم يشتغلوا الاصاله السبب اذا عندنا في بسوريا هلا في عندنا بسوريا كثير في عندنا اصوات رائعين ومن كل المحافظات انا سمعت صوتين في اللاذقية بجننوا يعني صوتين هائلين يعني سمعت صوت شيء ايه سمعت صوت الله الله تسمع صوته الله وحده كنا بحلب كنا بحلب بتكريم بنادي الجلا كنا بركين انا وحضرتك مزبوط على الحكي ايه غنيت اعطيتك الميكروفون وغنيت كان صوتك كان صوتك حلو جورج بيسمعنا صوته وبيغني لا انا ماني مضرب انا بدندن ايه دندنة بس ليك هلا هنيك هنيك الحناجر الحلوه اللي بتسمعنا صوت الحلبيه تفضل شو بدنا نحكي محمد نحكي ولا منغني هلا استاذ حسان انت بتقرر شو رايك تحكي ولا تعزف ونغني لا هو ما شاء الله حكيته هلا صحيح نحن حكينا بي والاستاذ حسان عم يحكي بس هيك بالعكس هلا نحن بنحب نسمع بس بتحكوا شيء انا يعني عم بسمع وشيء حلو واخذته كل جوانب تقريبا اعطيك فكره استاذ بس بحلب نحن اكثر آلي بنحبها هي قالت الاستاذ غسان قالت القانون لانه فعلا آلي اسمه قانون اسمه سيد المسرح قانون اسمه يعني قانون يعني اذا بتوع حفله بحلب بحفله بحلب ما فيها قانون ما هي حفله ما حفله صح يعني القانون اهم الارض واهم الايقاع لانه بدا بس بدي اقول لك شغله استاذ غسان كنت قاعد انا مع احدهم معنا شي مره اذكر اسمه هو احد صناع ال يعني موسيقيين مهمين بسوريا قال لي شغله قال لي انه سيد درويش هو عم يعمل دراسه هلا كان يجي على سوريا او اجى على سوريا قعد فتره مرتين اخذ خير الله من الالحان اللي عملها سيد درويش وخاصه من كميل شمبير رجع على حلب ورجع ولا هو بده يجيب جايب وثائق على انه اخذ الحان هو من كميل شمبير حتى الاستاذ محمد عبد الوهاب اخذ ارشيف علي الدرويش معروف الاستاذ محمد عبد الوهاب في حتى سيد درويش سرقونا 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 على كل في عندنا تراث هائل نحن بسوريا ويا ريت عن جد يصير تنسيق بين كل المحافظات ويصير في شيء اسمه احياء التراث السوري ككل هذا هو عم يشتغل هذا هلا هو عم يشتغل بالدرجه الاولى هو عم يشتغل على احياء التراث بمنطقه حلب ويعطيه العافيه يعني انه ما بظن قادر يغطي جغرافيا حلب كلها التراث الهائل هذا الموضوع نحن يعني عمل فردي محتاج لتكاتف جهود بس فعلا بكل المحافظات عندنا كثير تراث وتراث يعني شيء قديم ممكن كثير ما يكون معروف للمؤلف ممكن بعض الاغاني الشعبيه دليل الكلام داولتها العامه وانتقلت عبر الاجيال غير معروف مين هو ملحنها وغير معروف مين هو كاتب كلماتها لكن درجه الناس على مثلا انه تغنيها دائما ببعض الاحتفالات ببعض الطقوس معينه اعراس معينه شعائر معينه تماما فتراثنا غني كثير تراث اللاذقيه تراث كل مناطق سوريا تراث شام تراث حمص تراث المنطقه فعلا. الشرقيه دير الزور دمشق هلا انا اكثر شغلي وانتاجي وتواجدي هو بحمص لكن بحمص هلا شغلنا اغلب الحمص كمان في كثير هذه التراث الشروقي كثير هام عفوا هلا انا في هدول نحن بنقول عليهم النور اللي بغنوا في انا بروح حمص كنت اروح على الرستن في تنتين ثلاثه بغنوا وبغنوا هذا اللون النور شيء بجنن هذا تراث هذا هذا هذو عايشين بالارض من الاف السنين من الاف السنين عايشين هذا تراث هذا مو انه شيء هذا بس انت بدك تعرف تهذبه بدك تعرف طبعا لانه هو غاويه بدك تعرف تهذيبه وتعرف تهذبه وتغاويه في اشخاص عم تشتغل بس جهد فردي يعني انا من الاشخاص اللي اذا قعدت جنب حدا من كبار العائله عندنا كبار السن اللي محتفظين بهذا التراث مباشره باخذ قلم ورقه وبسجل وراهم لانه بيكون عندهم كم هائل انا بخاف عليه فعلا من الضياع
في اشياء فعلا عم تبلش تتلاشى، عم نبلش ننساها. فحلو جدا انه كل واحد فينا ولو مجهود فردي، على امل انه بيوم هيدا المجهود الفردي يعني يتحول لمجهود جماعي ان شاء الله يا رب. نتمنى يا ريت كل واحد. هلا هو السبب الفنانين، هلا ليك اللبنانيه نادر لتلاقي مطرب لبناني يغني اللهجه المصريه او اللهجه السوريه. صح صح. كله يعني الاستاذ وديع الصافي ومن رحابني انه هن سووا موسيقى، سووا شيء للبنان، سووا شيء لموسيقى لبنان. نحن عنا بالبداية بالستينات كان في شغل هذا كويس، هذا تابع عليه الأستاذ محمد الماغوت ومثل ما حكينا، والأستاذ فهد بلان كان بي بي، والأستاذ صباح فخري، نجيب بالسراج ورفيق شكري، شكري في أسماء كثيرة. بس للأسف وصلنا لمرحلة أنه انتسوا. هذا الشيء اللي انت يمكن لازم تشتغل عليه، مش لازم فرقتك وان شاء الله يكون في مثلك كتار يعني. انا بدي مؤسسه او شخص ممول لاعمل انتاج للمزيج السوري بشكل كبير كتير. اكيد بتمنى لك التوفيق. استاذ محمد شو حابب تسمعنا هلا؟ تفضل. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات خمر وغني ألا فاسقني كاسات خمر وغن لي بذكر سليمى والكمان ونغمي، فدع عنك ذكر العامرية أنني أغار عليها من فم متكلم، أغار عليها، أغار عليها من أبيها إذا حدثها بكلام مغنغم،
أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم وأحسد كاسات خمر يقبلنا ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم بالفم يا ما أحلى الفسحة يا عيني على راس البر والقمر نور عيني على موج على موج البحر على موج على موج البحر يا ما أحلى الفسحة يا عيني على راس البر والقمر نور عيني على موج على موج البحر على موج على موج البحر قال لي تعالي يا شغل بالي قال لي تعالي يا شغل بالي والقمر منور عيني على مو على موج البحر على مو على موج البحر آه يا أحلى الفسحة يا عيني على راس البر والقمر نور تسلموا انا على فكره صوتي شوي رايح امبارح كان عندي خناقه ما طلع معي الا بس عيط يعني عرفت شو اكيد يعني ومع هيك كان صوتك حلو شكرا لك شكرا للاستاذ محمد هلا مشاهدينا نحن طبعا بمناسبه العيد كاميرا البرنامج سجلت لنا تهاني العيد والتفاؤل مع زميلتنا ديما عبد الكريم منتابع سوا وراجعين طال السهر وليالي العيد نامت عكت الفغنانينا يا رايح عيني بعيد بعيد بشكروا العيد أمل وتفاؤل بشو متفائل السنة بالعيد؟ والله السنة متفائل إنه الأوضاع يعني بدها تتحسن شوي يا والحياة يمشي حالها يعني أحسن من هالسنة اللي كتير تعذبنا فيها الجيش العربي السوري يلي عم بيضحي ويقدم الأضاحي شو منقول له السنة بالعيد؟ الجيش يعني شو ما حكينا وشو ما هذا قلي هلا أنا جندي بالجيش ونازل إجازة عليد يعني شو بدي أحكي وشو هاي شي مو طبيعي بس الحمد لله يعني الجيش إن شاء الله مستمر ورح ننتصر على الإرهابية ونطهر هالبلد إن شاء الله العيد أمل وتفاؤل بشو متفائل السنة؟ بالخير وكل عام وأنتم بخير والجيش العربي السوري بخير والرئيس الحافظ بشار الأسد بألف خير إن شاء الله وسوريا إن شاء الله بخير وإن شاء الله رح ننتصر على هالأعداء التكفيري متفائلين نرجع على بيوتنا ونرجع مثل أول وشوي إن شاء الله إن شاء الله يا رب الجيش العربي السوري اللي عم بيضحي وعم بيقدم الأضاحي شو منقول له السنة؟ كلياتنا فدا الجيش العربي السوري والله نحن متفائلين بكل خير بالنسبة ل طبعا هو لسوريا عامة والساحل السوري طبعا يعني مناطق آمنة والحمد لله كل العالم بخير وسلامة ونتمنى للجيش العربي السوري الانتصارات في هذا العام والنصر قريب إن شاء الله لأنه متفائلين خير نحن بجيشنا البطل المغوار الحمد لله رب العالمين الجيش العربي السوري اللي عم بيضحي ويقدم الأضاحي شو منقول له بالعيد؟ منقول له نحن طبعا نحن حزينين كثير على الشهداء ومنقول له للجيش العربي السوري على جميع الجبهات كل عام وانتم بألف خير ونقبل اقدامهم نقبل اقدامهم لانهم هم الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم
متفائل نرجع لبلادنا والله يخلينا الجيش العربي السوري كله أجمعين. والعيد عيد مبارك على الجميع وكل عام هني ألف خير. الجيش العربي السوري اللي عم يضحي ويقدم الأضاحي شو نقول له بالعيد؟ كل عام وأنت بخير ونحن معكم أي محسن تحتاجوا. إذا الله راد انتهاء الأزمة على سوريا الحبيبي وخلاصة من الإرهاب وكله إذا الله راد بهمة أولا الشعب وصمود الشعب وصمود القائد العظيم بشار الأسد وانتصارات جيشنا إذا الله راد. الجيش العربي السوري اللي عم يضحي وعم يقدم الأضاحي شو منقول له بالعيد؟ كله كل عام وانت بألف ألف خير ونقبل أيادي وإن صح التعبير أرجل مع احترام اللفظ كل جندي عظيم يقاتل ويدافع ويحمي تراب هذا الوطن ويقدم أغلى ما يملك، فأقل ما نقدمه له الدعاء له بالسلام إذا الله راد. الجيش العربي السوري اللي عم بيضحي ويقدم الأضاحي شو منقول له السنة بالعيد؟ كل عام هو بخير وأقداما على راسنا، الله يخلي لنا يعني يا رب. طال السهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا يا ريحين بعيد بعيد بشكروا لك أمان 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 من حقي افتخر بالشهبة واتغنى شهبة ست الحسن من زارها تهنى امان 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 حبيبي شهبة عنا الفرج لو باب عنا الفرج لو باب وفيك أتغنى أمان 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 يا ويلي شهبة وش عملوا فيك بجنون هدوا ماضيك شهبة وش عملوا فيكي بجنون هدوا ماضيكي والله من حرقة قلبي عمرين لو عشت افديكي أسار تحكي عبلادي أسوار بنوها أجدادي محرام لحظة تتهدم تاريخي وفخري وأمجادي شهبة يا محلى ديارك إبراهيم نبينا زارك شهبة يا محلى ديارك إبراهيم نبينا زارك من ضام لليم بيمك معزوز ومكرم جارك بالله يا الأخوة تتهدوا بجراح ما عاد نعدوا حلب التاريخ أوصيكم بالله حجرا لا تهدوا شهبا 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 سلمون يا رب ومن وجه تحية للشاعر الغنائي السوري صفوح شغالي واللي غناها الأستاذ شادي جميل اللحن ما بعرف لمين ما بعرف لصفوح لنهاد نجار كمان نفتخر لا ما هو للأستاذ جورج مردوسيان هلا هي كانت اللحن أساس لنهاد أيوة اللحن هي غير لحن كانت على نغمة الصغر
هي كان غير لحن فتغير لحن صار تحية لك كل من صنع هذا العمل الجميل جدا. على فكرة حلب رح ترجع أقوى لأني حلب بطلنا قدم التاريخ بطلنا تحية لحلب الشهباء إن شاء الله بتصير حلب أقوى يا رب أحسن إن شاء الله. دائما العيد أستاذ ناصر هو محطة للترويح عن النفس، دائما الناس تنتظر العيد حتى ترجع علاقات الاجتماعية، يزوروا بعضهم الأشخاص الزعلانين من بعض. يمكن فترة العيد هي فترة مصالحة فينا نقول تصافي للقلوب. خلينا نحكي شوي عن العيد وذكريات العيد مع حضرتك، أنت كيف عشتها قبل؟ نرجع للذكريات شوي. إيه معلش العيد نرجع للذكريات مع أستاذ ناصر. تفضل أستاذ. شوف جوز كان يمثل حتما يا ترى فقر يعني أيامنا كان العيد عبارة عن سندويشة فلافل وكزبرة وسيناكو وليرة وشقلب. لا وفي لسه عندك ال ما بعرف إذا بتعرفوه بحلب الخس المخلل. إيه إيه كان هذا على العيد موجود ويجيبوا يبرشوا التلج إيه ويحطوا له هاي الصبغة مع ما بعرف ضحكوا علينا. هي طعمة واحدة بس بألوان مختلفة. فهلا نحن العيد مربوط بذاكرتنا مثل ما قلتي، يعني هو فعلا يمكن اجمل الطقوس الاجتماعيه اللي كنا نعيشها. طبعا ما عم بحكي على عيد الاضحى، كل الاعياد. بتذكر الاستاذ جورجوس مثلا عيد النبي ايوب كان تنزل لاديه كلياتها على البحر وما زالوا ايه بس ايام زمان اربعه ايوب بيقولوا له ايه طبعا يعني ايام زمان كانت احلى. يعني هلا بلا تشبيه يعني ما عم نشبه، بس كيف كان النهر الغانجي ينتلي بالهند، نحن بلادية هيك كان البحر ينزل الكل. فأنا بالنسبة لي حارتي هي دائما بكتب عنها هي سوريا، لأن حارتنا نحن صغيرة، هي عبارة عن حديقة حواليها يمكن 18 بناء. بها 18 البناء أنا لح سمي المسميات كما هي، هي إسلام من كافة الطوائف، مسيحية من كافة الطوائف، بالإضافة للأرمن والأكراد وآشوريين وشركاس وعدي. فهي سوريا، هي كان جمالية أي عيد نحن كنا نعيشه، سواء كان عيد لأي حدا من هي المجموعة. فطبعا والبواب مشرعة دائما، يعني أنت ابدا ما بتذكر انه نحن انه هي نطرق الباب على بيت جيراننا او شيء، ما كان عندنا هي العادات ابدا، انه انا اطلع من بيتي على بيت جيراننا كاني طالع من غرفه لغرفه. فهي المحتفظين فيها بذاكرتنا، وظلت وحارتنا لساتها على ما هي، لساتها بنفس الطقوس وعايشين مثل ما نحن. وبتمنى انه يعني هي ما تضل مجرد ذكرى، يعني تكون استمرارية لأولادنا وأحفادنا إنه هيك طقس العيد. طبعا الفرح يعني أكيد حكما، وأنا فعلا يعني أنا مرأتها وأبو جاك يعني عايش هي التفاصيل تاعت الخس والبرش يعني كانت الأيام أيامنا كتير كانت بسيطة. يعني إحنا شو كانت ألعابنا؟ يعني إطار بسكليت، إطار بسكليت نجيب له شنقة الحديد ونكرج ونعمل نخترع زحافات وكذا وهيك. يعني هيك طبعا الزيارة العائلية هي كانت الأهم، هي اللي لها علاقة بهذا حبل الود وصلة الرحم إذا بدك تسميها. طقس الزيارة، لأنه بدنا نروح على الزيارة بالأول اللي هو أنه تروحي على المقبرة. طبعاً في شغلة كتير حلوة تعودتها أنا من العائلة طبعاً، اللي هي أنه نحن لما كنا نروح ما كنا نروح عم نزور أموات أبداً. يعني لما نروح على المقبرة أبداً ولا مرة نحس، يعني أنا لهلأ مثلاً لما بروح عند الماما بقعد أنا وياها وبنحكي وكذا، بروح على أبرة يعني. فما تعودنا أبداً إنه في حدا بيموت، إنه في حدا يعني بيغيب جسده وبيرحل، بس ولكن إنه بيناتنا ونذكره دائماً. فكنا يعني حتى طقس المقبرة عنا كان الزيارة اللي نسميه زيارة، هو لا لا أبداً. يعني كنا نروح نقعد بالعكس، يعني ما بس الريحان الأخضر ناخد، يعني ناخذ ورود، وابدا ما كنا نلبس اسود حياتنا. يعني انا اللون الاسود ما عرفته غير هلا بهي الازمه. يعني حتى في طقس الموت اذا بدنا نسميه موت، كنا تعلمنا بالعائله انه هي ولاده جديده، هي مرحله انتقال فقط لا غير. ولكن هذه الروح يعني كانت موجوده معنا على طول.
فينيقيين فينيقيين طبعا ونفتخر. نركز أمل على موضوع العلاقات الاجتماعية، يمكن هلأ شوي فينا نقول خفت، يمكن مع مواقع التواصل الاجتماعي صرنا منلاقي إذا حدا بده يعايدنا مع الواتس أو على الفيس أو على الفايبر، يعني ما بقى في حتى مكالمة تلفونية، يعني ما عاد نسمع أصوات، نشوف بس ببلاش. كتابات. لا فيهم لا فيهم مصاري اشتراك شهري ما بننسى، تعبي كمان وحدات وعم يروح من رصيدك. بينما من قبل يعني هيدي العلاقات دائما الكبار بالسن بيقولوا لنا انه نحن لا كنا نفوت على بيوت بعض نشوف بعض، هيدي الشغلات هلا منسيه. انت شو بتحكي لنا كمان بهذا الموضوع؟ هلا شوفي عم تختلف الظروف الحياه وطقوسها كلها بمجملها، يعني ما فينا ابدا نقارن حياتنا الحاليه بالحياه الماضيه ابدا. كل ظروف الحياة، كل معطيات الحياة، كل تفاصيلها الصغيرة عم تتطور. أحياناً التطور عم يفقدنا بعض الأشياء الحميمة اللي نحن بنتمنى ما نفقدها، وأحياناً عم بيكون نحو الأفضل. هلا نحن بنحكم على التطور الحالي من منظورنا الشخصي. إذا بتيجي بتسألي ابنك مثلاً أو المراهق أو الشاب الصغير بقول لك لا هيك أحلى. إذا بتجي على منظورنا نحن طبعاً وكل الديانات وكل التشريعات السماوية حردت على قضية أو حدت على قضية أنه صلة الرحم التواصل، يعني أنت دائماً لازم تركزي على هذه القضية بالأعياد تحديداً. هلأ إذا كان في موجة هائلة من البعد معلش سببها وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت فعلاً اللي غزت بيوتنا وأخذت من أوقاتنا دون ما نشعر نحن، يعني فعلا هي بتاخذ الوقت بتسرقه مثل الحرامي تماما، ما بتترك لك احيانا مجال حتى انت يعني تخلصي امورك بطريقه مريحه اللي كنتي تخلصيها فيها. لكن نحن مهمتنا هون انه نحاول نرجع نحافظ، يعني احنا كمان ما بدنا الحضاره هي تجي تفرض علينا كل شيء، حضاره الغرب تفرض علينا كل شيء. القصد انه جد نحافظ في عنا مجموعه هائله من العادات اللي نمت سواء من الحالة الاجتماعية أو من أخذناها من روح الأديان والتشريعات السماوية، كلها كانت بتحض على هذا النوع من التواصل وتعزيز هذا التواصل، حتى أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني شوفي قديش روح الإسلام فحواه جميل جدا، لكن نحن اللي عم ناخذ الجانب السلبي اللي بتتفق مع أغراضنا وأهوائنا البعيدة تماما عن فحوى الدين الحقيقي وجوهره الأصلي اللي هو بيركز على العلاقات الروحية وعلى التواصل بين الإنسان وتهذيب وتنظيم هاي العلاقات. فمعليش نحن بالعيد نرجع نستذكر ونحرض أولادنا وناخذهم من إيدهم ونروح نزور بيت الجد وبيت الجدة والأقرباء والجيران والأشخاص، لأنه يعني في أشخاص مهما حاولتي أنت تعايديهم لا فيس ولا واتس ولا كذا بيغنيكي عن أنه تشوفيهم وتشوفي تعيشي معهم كل لحظة، تفاعل الوجه مع الكلمات ضحكاتهم حركاتهم في شيء ما ممكن يوصل أبداً غير إذا أنت شفتيهم. هدول الأشخاص ما فينا أبداً نعايدهم لا على فيس ولا على واتس، بيضل في أشخاص عصيين على أنه أنت تحتفظي فيهم كصورة على واتس أو فيس أو كذا. لازم تكوني معهم بكل لحظة لحتى تحسي، لازم تغتنمي فرصة وجودهم بالحياة لتكوني معهم. هذا أكيد هذا هو صلة الرحم إحنا بنحكي عنه. بدنا شيء هيك بدك شيء هيك العيون اكثر شيء هيك بس تحدد لي هلا اذا كان فصحى اذا كان فصحى ولا قلت لك اول شيء شو بتحب الفصحى ولا المحكي؟ لا المحكي المحكي احلى يعني. المحكي يعني المحكي احلى العام هو الشعر على كان في عنا شيء فصيح حلو بس هلا الاراء تختلف بالنهايه اذواق يعني بس هيك بكون تلغوا لنا الفصحى نهائيا اذا بنمشي وراكم يا جماعه نعطيكم شوي هيك وشوي هيك شو رايكم منشان كمان هيك فصحايه صغيره فصحايه صغيره فصحايه صغيره هو عميه كبيره طيب خلينا محمصه طيب في شيء اسمه هي نسرية ما بعنوان أنت أبجديتي وأنت بين السطور. شكرا. خلصت. لا هي العنوان بس لحاله. هلا النسر دائما يقرأ بطريقة بتختلف عن الشعر. هلا بنسمع منا النسر بهدوء أكيد طريقة من حضرتك. تسلمي حبيبتي. كانت حين آتي الهاء، هي قصيدة لها علاقة بحروف اللغة العربية، لذلك يعني قصيدة في الأبجدية الأوغاريتية تحديدا. كانت حين آتي الهاء ووجع الآه لهفة التاء المبسوطة
ضمة تحيلها تاء مربوطة، كانت تذيل الحب بباء مفتوحة على احتمالات الشوق، وتقله ياء إلى آخر دروب الدهشة ليراوغ حاء الحلم نقطة آخر السطر وينصاع راجعا، فتفتح له ذراعها ألف الألق، وبين هسيس السين وقرقعة القاف كان يختبئ همسا ينبض بفيض جوفه الأعمق. وعندما تتسلل شين الشك إلى أمنياتها، كانت تقف نون اليقين عاجزة عن تطويق مظانها لتترك له مساحات من حرية حاء الحلم والحياة لا يحدها إلا حدود عينيها، إلى سجن قلبها دون أدنى ديمقراطية. هاي ديمقراطية لا تنفع الشوف العربي. إلى سجن قلبها دون أدنى ديمقراطية، ولأنها من حاء وباء افترشت دروبه الخطيرة بالدعاء كي لا يبقى عالقا في مزالق لام الصعاب. بينما تفتش في جنبات التاء الوله عن أسباب للتبرعم في خريف، أسقط أوراقها ليحتفظ المطر بحتميات التبرعم شوقا ذات ربيع لم تكن إذن حرفا في أبجديته له أن يجزم وينصب أو يجر، ولا فعلا يحتل الماضي ربما ويرخي بظلاله على الحاضر، يأمر فيطاع لما يستقبل من زمانها، ولا هي فاعل حقيقي يرتبط به تشعبيا ولا مفعولا به ينحصر دورها في التلقي فحسب، بل كانت أبجديته، وبين أولها وآخرها كانت تقبع كل احتمالات التقديم والتأخير، الحذف والذكر، التعريف والتنكير، الفصل والوصل، لم تكن جملة تحتمل التصديق والتكذيب، بل كانت يقينا حقيقة كونية تعبر الحياة مرة واحدة كمذنب يرتقب ارتطامه بكونه ليبتكر مجرات عشقه بكل فرادة. أنثى الانشطار عشقا هي، ورجل المخاطر توقا هو. حلو كتير، يعني اختصرتي كل قواعد اللغة العربية بهالأبيات تقريبا. جزء بسيط من قواعد طبعا أكيد اللغة العربية بحر يعني، بس هو يعني هاد كمان قريب للمحكي، هي خاطرة سميتيها بتصور نثر تقريبا نثرية ما بالسين لأن ثويات شاطر فيها يعني، إذا ما بشتغل أنا أعمال إلى علاقة بالمسرح يعني أنا ما لا معروف عني ما بحب أعمال التاريخية، ما بحبها لأنه أولا كذا شغلة يعني من ضمن التاريخ الكاذب، عرفت شو؟ ومن ضمن اللغة الفصحى اللي تحتاج للثويات وفيها للثويات صحيح. بدنا نسمع شيء هلا ولا بدنا نسمع؟ ولكن اول شيء استاذ محمد خلينا نحكي شوي عن اختيارك لكلماتك لكلمات الاغاني، وخبرنا شوي عن جديدك هلا شو محضر. الاغاني انا بحب اختارها وبحب اغنيها الاغاني الطربيه الراقصه والطربيه، مو بس الطربيه نحددها يعني، يعني كمان في جيل بده بحيث انه يسمع الكلمه يسمع لحن حلو يرقص عليه يعني، يعني في كثير مثلا اغاني مثل سلطان الطرب يعني، طبعا جورج تحيه والله شافيه رب يعني استاذ جورج، يعني أغاني بتحسين إنه الكلام بيختاروا صح، اللحن بيختاروا صح، الناس ترقص عليها، الناس بتسهر عليها، الناس بتتأمل بالكلمات اللي عم بيقولها يعني، فهي من الأساس إنه هي يعني ما قلنا الطربية مثل مثلا نقول أم كلثوم أو عبد الوهاب أو فريد أطرش أول المطربين السابقين الله يرحمهم يعني، فأنا بوجهة نظري إنه بختار هاللحن هديك يعني، عرفت شلون؟ يعني بحب إنه الكلمة تكون صح، تدقيق على الكلمة تكون الكلمة صح إلى معنى يعني، مو بعض مثلا الكلمات مثل عم تنقال يعني، هلا الكلمات اللي عم تنقال مثل ما ذكرت فيها خلص حطي كلمتين كلمتين وهي كلام بالواقع يعني، وبيعملوا جملة لحنية من أغنية يعني من هون ومن هون ومن هون ومن هون طبقنا أغنية يعني، بيغزلوا علي الكلام يعني، ما في إنه لحن معين هنا الأغنية هي مثلا، هلا مثل بفترة هيك وجيزة صغيرة يعني مو كثير، فمعي عازف أنا فبقول لي إنه يا أخي والله العظيم إنه أم كلثوم قبل ما تطلع المسرح، طبعا كان حضران الأستاذ غسان سمع الموضوع يعني، فعم قال لي انه ام كلثوم ما تطلع المسرح ثلاث ايام عم بعزف وراها
بعدين تطلع على المسرح ثلاث ايام ترجع مقدمه يكون صار اسبوع كامل لحتى تطلع ام كلثوم تغني. طيب يا اخي هذا اليوم انت بهالموضوع اذا انت عم فنان عم بتحكي هالموضوع هذا فما بالك المستمع. انا برايي المستمع اخطر من عازف او طبعاً. مطرب او من ملحن لان اليوم المستمع هلا ممكن مثلا غنيت يا محلى الفصحى في كثير مثلا سمعانينا غير مثلا غير الكلام اللي انا قلته او غير ممكن انا اخذت شيء بسيط حرفت فيها شيء بسيط فالمستمع لما تقربي له لأدنه او تعطيه جمله احلى من اللي كان مثلا إيه لصفد خليل صفدلي يعني مثلا صعب يعني. فوقت انا باليوم بكون مثلا بحفلي او قاعد مستمع بعمل مستمع ناقد بالنهايه بعمل مليون حساب له ان كان مستمع او كاتب او ناظم. احنا في عندنا بحلب شيء اسمه ناظم موال عارف شلون هو موال سبعاوي نحن يعني. فبدك انت بقى تحت بخبرتك الفنيه او بخبره المسرح بدك تعرفي مثلا المستمع وين بيرك الملحن وين بيرك الناظم وين بيرك المستمع وين بيرك الاخطرهم المستمع برايك طبعا المستمع لما بكون عم بغني مثلا انا مثلا عملت حركه انا مثلا بنقول بملا الكاسات مثلا مش عمل الكاسات امان 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 شلون المستمع عمل لحاله هيك شيء جديد لو سمعانه شيء جديد بعمل لك هيك لا بس غيرت حركه عمل لحاله خلاص هذا المستمع عرفناه طبعا بحلقه صباح حكينا كنا انا موجود انا استاذ علي حكينا بالموضوع علي انجيم موجود له تحيه بقول له كرامته بخير. فاليوم اهم شيء الكلمه اليوم الكلمه انا بقولها في عندي مثلا موال نحن بحلب قلائل انه يفسر موال هذا يعرف تفسيره مثلا بيقول خل الخلا خال خلي وامتحن خالها صاير صميمي صم صب صدع خالها سكران سكري سكر سكر خالها جومان خدك جند جيت اشتري وردة الماء وعيني وعلمي على العلا وردة بيا وهي والنبي وردة حلوة حلتلي وحيلي نحت خالها يعمل يلعبوا على الكلام على الكلمات طبعا يعني حتى عندنا النظام هدول بيكونوا هيك فاليوم انت وقت عم بيعطيك هيك كلام اذا خربطتي بحرف او حرفين مثل ما تفضلت ست ما انه انا كان بالتشكيل يعني مثلا انت شلون انه كان تشكيلي مثلا ممكن ست امل طبعا ست امل عفوا اخذت مهام فبالتشكيل نحن عندنا بحلب بدقوا كثير على النقطه هي طبعا نحكيها بالعاميه ما نحكيها بالفصحى يعني الموال عندنا محكي بالعاميه ما في فصحى نهائيا القصيده فصحى والموال هو العامي فاذا انا اليوم خربطت بحرف بقول لك لا كسرت الموال كله صحيح. طبعا اختلف الموضوع شلون فنحن بندقي على الموضوع هذول اللي قاعدين انا بهذول بخاف من اكثر ما اخاف من الملحن او المطرب او يدخل علي عازف اللي اذا انت موسيقي مباشره محمد معلش مع احترامي للي قلته هي شو بدي اقول لك حاله كامله متكامله نعم. يعني ما بتقدر تفصل حدا عن حدا لا لا مستحيل يعني الناظم هو ما جاي من الفراغ اكيد طبعا في عنده اذن لحتى قدر نظم هذا الموال طبعاً اللي هو طبعاً. والمستمع له اذن نظيفه والملحن كمان اذا ما شاف كلام حلو حدا عم يغني حلو ما بتزبط معه فهي جزء يعني الكل هو كل حلقه مكمله بعضها مثلا لا أيه. ما بتقدر تفصلن عن بعضهم اكيد حتى حلقه كامله حالي ابداعيه طبعا في الفن ابداع كل انسان بتميز بشغله احكي لك كلمه يا زلمه إيه. ما الا نحن عم نحكي وانت قاعد بحلب عندنا الموال في ناس تتميز فيه حتى في مطربين بتغني يعني صار عندنا الموال مثل الاستاذ محمد خيري الاستاذ محمد ابو سلمو الاستاذ مصطفى ماهر ابو حسن حريتاني صباح فخري لا صباح فخري يتميز بالقصيده والقصيده الملحنه صباح فخري يتميز بالقصيده بغناء القصيده في عندنا اديب الدايخ رحمه الله عليه يتميز بالقصيده الغزل اللي يدخل الروح عندنا الاستاذ احمد ازرق بتميز بالقصيده عندنا الاستاذ حمام خيري بتميز بالموال عندنا صفوان العابد بتميز بالقصيده القصيره الغزليه شغلته ثواني يعني فهذا الفن ابدا هو هن ورود يعني في عندك الفل والياسمين وهذا بس هو الاخطر شيء انه المستمع هو هلا نحن كنا نبرك نادي شباب العروبه انا كنت انبسط كثير يبركوا اربع خمس مطربين كل واحد مثلا يفرد او يغني فتلاقي كل واحد عينيهم على الناس القيادي انه شو رايهم ايه الناس القيادي يعني كل مطرب عنده يفرد او يفتح تمه ويطلع الناس شلون هو يخلص طلع الناس ردة فعل المستمع
له. فهو اخطر شيء المستمع. طبعا المستمع. والمستمع اذا بتعرف بالسمع وبتدخل الموسيقى صح بانه بتكسبه طول حياتك. هلا واحد انه انت بتربيه يعني طبعًا طبعًا. القصه تاعي الجمهور عاوز كده وما كده هذا حكي فاضي. الجمهور هو انت اللي بتشد المستمع وانت اللي انت اللي بتفرض عليه. شو بدك تشدنا هلا محمد؟ بده يشدنا شيء ولا بده؟ وخلي عيونك علينا. حضر حالك بعدين ناصر شايل لك سؤال من كعبة دسر يا ناصر مركبي. ايه لا في نمل لعب مثل الله. يلا اجا دوري بالحكي والله. هيك كمان يلا استاذ حسان لسان القانون. ايه لسان القانون. امان 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 يا معذب لقلبي يا معشر الناس يا معشر الناس ما بدي غير صاحب وفي يا بكليت كليت حتى انبرى مني لساني وفي يا نديمي يا معشر الناس يا معشر الناس ما بالدهر صاحب وفي يا بكليت حتى انبرى مني لساني وفي يا بقالب شداد عن ترجل راجح وفي يا 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 حبيبي وصل الحبل بالحبل يا بني عبس وزمام يا بوين الرفاق الذي يفون العهد وزمان يا بقال النصيحة بجمل عند العرب وزمان واليوم كيد النصيحة للعدا وفي يا 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 حبيبي يا بو اليوم كيد النصيحة للعدا وفي يا با يا با يا با يا با يا مال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال وما شفناه يوم الأسود يوم ودعناهم يا ربي تجمعني وياهم يوم يا لطيف ما كان على بالي يا مال الشام على بالي هواك يا أحلى زمان قضيت معك أحلى زمان قضيت معك يا مال الشام على بالي هواك يا أحلى زمان قضيت معك أحلى زمان قضيت معك ودعتيني عذتيني
ودعتيني عقدتيني لا بتنسيني ولا بنساكي مهما تغيبي سنين وليالي لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول مشتاقلك يا نور عيوني مشتاقلك يا نور عيوني مشتاقلك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول يلا تعالي يا فاكي تعالي يا مال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي 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 يسلموا يسلموا شكرا لإلك يعني فعلا كانت سهرة كتير حلوة عم يمرق الوقت بسهراتنا يعني ما عم نحس فيها يعني هلا هربني سؤال كعب الدست اللي كنت شايله يعني للناصر وادعو الجمهور منو لهم اضحى الجايش انا هلا حاسأله سؤال للاستاذ جورجوس وبدنا نبلش بالختام سهرتنا معك استاذ جورجوس بدي منك رسائل عيد رسائل سلام محبة شو تحب تقول بهذا العيد بختام سهرتنا والله وجود ضيوفنا هن احلى رسائل سلام ومحبة من خلال شاشة اوغاريت وهالبرنامج الحلو اللي أطلوا فيه على الناس نتمنى أنه هاي جماعات المحبة دائما هي تكون المجتمع السوري نفسه خلونا نحب بعضنا يا جماعة لأنه بعد الحب ما في إلا الكراهية والكراهية نحن ما بنعرفها لأنه نحن سوريين بالأخير أنا بحب الناس كلها وبعتقد الناس بتحبني هذا ما صح فنحن خلونا نحافظ على هاي المحبة وكنا نحن كتير سعيدين وهرب من سؤالي ناصر اللي هو ناصر عسري حطت قدمكم عمل فيلم تلفزيوني اخراج الياس الحاج وهذا السيناريو له هي تجربه بالنسبه لك شو هي تجربه سينما تلفزيون انا مشتغل سينما على الحل شو مشتغل اعمال سينمائيه غيرها سينما خالص يعني مشتغل حلو صراع والعاصفه ورسائل الكراز وهوى الرجل الذي صنع فيلما دوران سابقا عملنا تجارب للسعودية الله لا يوفقه علمنا صباح الليل وجحا كمان يعني بل كنا عم نعلمهم انه شو هي السينما التلفزيونية هيك انا بحب اقول رسالة كمان اكيد حتقول رسالة ولكن ايضا فيلم خبطة قدمكم انت حضرتك شو بيعني لك هلا هو العمل جمالية العمل هي في ناس قدموا ارواحهم لهذا الوطن لحتى نحن نكون قاعدين هلا هالقعده هي اكيد فهذا الفيلم بيحكي عن هدول اللي هن تخطوا مرحله البشر يعني هن اليوم ناس او بالاحرى ارواح جميله جدا ضحوا باغلى شيء عندهم لحتى نحن يسعدون على الارض فاقل ما يمكن نحن نقدس هي الروح اللي هن بذلوها مشاننا نحن فبنتمنى انه هذا الفيلم يكون هاي الرسالة الصغيرة إلى هاي الأجيال وللناس اللي ما قدرت قيمة هذا الوطن وكل المحبة لكل الناس اللي عملوا فيه من فنيين وغير فنيين كنت وأنا أحد الشرف أبطال الفيلم أن يكون أنا موجود بهذا الفيلم عسري دورك هيك بشكل مختصر دوري أنا هو أب لا ضابط بالجيش واستشهد هذا بالمختصر دوري ما راح احكي عنه ان شاء الله اكيد هذا مفاجاه ايضا بالمختصر استاذ ناصر دورك هيك بشكل مختصر ما بحكي عن الدور والفيلم انا اللي سمعته انه هلا رح يخلص العمليات المونتاجيه ورح ينعرض بمكان جدا مهم افتتاحيه الفيلم طبعا متشكر كل كادر العمل بدءا من المؤلف المخرج الياس الحاج واصدقائنا جميعا ومتشكر أهالي ابن هاني اللي فتحوا لنا بيوتهم وعاملونا كأنه نحن أفراد من هذا المكان وأبداً
ما حدا طلب أي شيء، بالعكس كانوا كتير ناس. والأهم من شيء أنه طلع وتم التصوير بمواقع المواقع الساخنة من الريف الشمالي بسوريا، وكان شرف لهذا الفيلم أنه بعض الأمور نحن ما ركتين نفضح فيها أنه كانت هي حقيقية وصورت على أرض الواقع. أكيد، وكنتوا جنب بجانب أبطال الجيش العربي السوري وهم عم بيخوضوا معاركهم أكيد، وهيدي شغلة مهمة كتير. بدي أتشكر وجودك معنا الفنان نجم ناصر مرقبي. هلأ فينك تقول رسالتك، أنت شو تحب تقول رسالتك؟ لا، أنا كنت ببعث رسالة لمرتي لأن عم بترن لي عن وصلها ياها شوفها هي. إذا لا أقول نحن عم نحكي عشي وكنا عم نحاول نأكده موضوع أنه نحن سوريين، وهو أشار لشغلة أنه أنا طائر الفيني. فأنا لحقول رسالة أحد آبائنا القدامى منذ آلاف السنين، يعني بعل، وهي أول رسالة السلام في العالم. العالم تفهم بأن نحن السوريين. بقول: حطم سيفك، احمل معولك، واتبعني لنزرع كبد الأرض محبة وسلام. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بالخير إن شاء الله. الباحثة في الأدب والشعر الأستاذة الجامعية أمل صارم، شو بتحبي تقولي رسالتك بالعيد؟ رسالتي بالعيد هي مجموعة من الأمنيات ومن رسائل الحب والسلام، إنه السلام يعم بلدنا أخيرا، هي الغاية الأوحد والأسمى، ومطلب السوريين جميعا يعني على اختلاف شرائحهم، ومطلبي أكيد. بتمنى أرجع أشوف فعلا رفوف الحمام على كل ربوع سوريا دون أي خوف أو وجل من عبور حدود ما أو خط ساخن ما أو حاجز ما. يعني بنتمنى انه فعلا نرجع نتحرك ضمن سوريتنا من 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 اقصاها لاقصاها دون اي خوف او وجل او اي حد. الروح الابداع السوريه ما في لها حد على الاطلاق، واذا كانت تقيدت شوي بهي المرحله الماضيه فانا بشوف انه على العكس اصرار السوري الحقيقي الاصيل واللي حامل تراث هائل، اصراره على انه يكمل هي الرساله وانه يعمل شيء مختلف ويبدع، اصراره زاد وأصبح أكثر وأكثر وأكثر. وإن شاء الله إن شاء الله نصر حليف سوريتنا، والمحبة والسعادة والسلام للجميع ولأسرة أوغريت جميعا، اللي نحن دائما بنكون ضيوف على هالعائلة الجميلة. شكرا للكل، وإن شاء الله يا رب نصر حليف جيشنا السوري المقدام إن شاء الله، والرحمة للشهداء، وخلينا نقول كمان العافية والصحة والسلامة للجرحى الأحبة. ينعاد عليك بالخير وأهلا وسهلا فيك. الأستاذ غياث صالح مدير فرقة غياث لإحياء التراث السوري، ينعاد عليك، شو بتحب تقول كلمة أخيرة؟ ينعاد عليك والجميع والوطن والبلد. هلا ليكي نحن السوريين، هلا صار هلا طلعوا لنا الأديان وما أديان، ونحن ما لنا عايشين بالأديان، نحن سوريين عايشين على الفطرة، عايشين بالعادات والتقاليد، مع احترامي لكل الأديان. يعني العادات والتقاليد والفطرية تبتنا هي القوة، حتى التمثيل، حتى الغناء، حتى الموسيقى، حتى المذيعين، حتى المصورين، هن فطرة داخل جوا عايشين نحن بالفطرة. نحن هي الفطرة اللي رح نكون فيها قويين بهمة جيشنا، ونحن محبتنا لبعض ما زال نحن منحب بعض، ولو ما منحب بعض ما وصلنا خلال 4 سنين نحن ثابتين وقاعدين. يعني أنا حلبي قاعد باللاذقية، وابن اللاذقية قاعد بالشام، وابن الشام قاعد بحمص، لأني نحن هذا المزيد السوري اللي عم بدور عليه أنا بالفن موجود وقوي. في سلبيات، بس هاي السلبيات رح تنتهي ونحن رح نكون أقوى. أنا بقول كل عام للجيش العربي السوري، كل عام هو بخير، وإن شاء الله بترجع البلد مثل ما كنا أو لا أحسن ما كنا، ورح نكون أحسن ما كنا وأقوى ما كنا بهمة الشباب. وكل عام وانتم بخير والشباب انت بألف خير. أكيد وانت بألف خير. هلا استاذ محمد، انت بدنا رسالتك تكون غناء اخر الحلقه طبعا. استاذ غسان عموري عازف القانون، ينعاد عليك بالخير وكلمه اخيره من حضرتك. سيدي نحن ان شاء الله بالعام القادم، بعيد الاضحى القادم، نكون في بيوتنا في امان يعني، والنصر مره، وان شاء الله النصر ان شاء الله اكيد. يعني نحن بنتمنى إنه نرجع لأوطاننا بأمان أكثر. أكيد إن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالخير، وينعاد عليك أستاذ جورجوس بالخير،
بدي ارجع انا عايد طبعا على مشاهدينا، ينعاد عليكم بالخير كل مشاهدينا، اكيد انتم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم بسهرتنا الخاصه بعيد الاضحى. تحيتنا بتكون ايضا لرجال الجيش العربي السوري، كل عام وانتم بالف خير، الى اللقاء. وكلمه منك انت اخيره استاذ، يعني انا ما بقدر اقول اكثر من اللي قالوه الاكارم بهذا المحبه بهي الصدق، إلا أقول أنه لكل المصابين من أبطال جيشنا السوري نتمنى لهم الشفاء العاجل، وأنه يكونوا معنا إن شاء الله بالأعياد المستقبلية اللي هو عيد الأكبر، هو انتصار سوريا. وبقدر أقول لأسر الشهداء أنه شهداءكم موجودين معنا، أرواحهم هي اللي دائما عم تكون تاج فوق رؤوسنا، واللي عم يترعرع بظل كل أبناء سوريا. لكل الناس، لكل المحبين، لكل السوريين، إن شاء الله دائما سوريا بخير، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. انت حبيبي على عيني وراسي، لكنه قلبك علي قاسي. انت حبيبي على عيني وراسي، لكنه قلبك علي قاسي. واشتاق اليك اسال عليك، اشتاق اليك واسال عليك، بس انت ناسي يلي انت ناسي. انت حبيبي لكنه قلبك علي قاسي. حبيبي يا روحي يا مالك فؤادي، يا ليل السهارة يا ريم البوادي. حبيبي يا روحي يا مالك فؤادي، يا ليل السهارة يا ريم البوادي. انت الروح والعين وانت فرحة قلبين، انت الروح والعين وانت فرحة قلبين. حبيبي يا روحي يا مالك فؤادي، يا ليل السهارة يا ريم البوادي. حبيبي 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 يا ليلي يا ليلي يا ليل. حبيبي يا روحي يا مالك فؤادي، يا ليل السهارة يا ريم البوادي. وانت الروح والعين وانت فرحة قلبين، انت الروح والعين وانت فرحة قلبين. طب انت الروح والعين وانت فرحة قلبين. انت حبيبي على عيني وراسي، لكنه قلبك علي قاسي. واشتاق اليك اسال عليك، اشتاق اليك واسال عليك، بس انت ناسي يلي انت ناسي. انت حبيبي.